السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات فارس الكورة. استعدادات مرعبة لمنتخب الجزائر لمواجهة منتخب سيراليون اللي هيعاني بشكل كبير قدام محاربين الصحراء. منتخب الجزائر المرعب افريقيا والمرشح الرئيسي للفوز ببطولة امم افريقيا للمرة الثانية على التوالي. ملخص مؤتمر جمال بن ماضي، التشكيل المتوقع، كل الاجواء قبل المباراة، خط سير الماتش هيمشي ازاي، هل منتخب الجزائر سيواصل التألق والإبداع وهيحافظ على سلسلة اللا هزيمة، ولا منتخب سيراليون اللي هيعاني بشكل كبير جدا هيصنع المستحيل وهيعمل مفاجأة وهيوقف محاربين الصحراء. كلام كتير عن الماتش، ماتش تحت أجواء نارية، ماتش جميل جدا، هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. وصلك الفيديو، حط لايك، اشترك في القناة لو جديد، فعل زر الجرس، تابعني على فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، هسيب لك كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكورة والحديث عن مباراة منتخب الجزائر ومنتخب سيراليون، فيلا بينا نبدأ الكلام في تفاصيل الفيديو. منتخب الجزائر يبحث عن اللقب الثالث افريقيا، حيث فاز ببطولة 1990 وبطولة 2019 في مصر. منتخب الجزائر اللي بيمتلك كل المقومات اللي بتساعده على الفوز ببطولة أمم أفريقيا، من ناحية القوة البدنية، من ناحية التنظيم، من ناحية المستويات الفردية، من ناحية المستويات الجماعية، من ناحية النجوم المدججة في الكتيبة الجزائرية، من ناحية اللعب الفردي، من ناحية الأداء الجماعي المتكامل والصلابة الدفاعية والشراسة الهجومية في أرض الملعب، من ناحية الروح القتالية عند اللعيبة. فكل المقومات دي بتساعد منتخب الجزائر اللي هو يكون مرشح رئيسي للفوز بالبطولة. المباراة ستكون الساعة 2 ظهرا بتوقيت الجزائر، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، والساعة 4 بتوقيت السعودية. رقم قياسي لمنتخب الجزائر قبل المباراة. منتخب الجزائر حاليا آخر 8 مباريات في بطولة أمم أفريقيا بدون هزيمة، 6 فوز و2 تعادل. وطبعا مش هنقدر ننسى سلسلة اللا هزيمة اللي محققها منتخب الجزائر، ثالث أكبر سلسلة في التاريخ على مستوى المنتخبات، ب 34 ماتش على التوالي بدون هزيمة. في المركز الثاني أسبانيا والبرازيل ب 35 ماتش على التوالي بدون هزيمة. أما في المركز الأول منتخب إيطاليا ب 37 مباراة على التوالي بدون هزيمة. أتوقع وأعتقد رقم إيطاليا ده مش هيدوم كتير، ومحاربين الصحراء هيقدروا يحطموا رقم إيطاليا ويوصلوا للمركز الأول ويعدوا كمان بفارق كبير جدا عن أقرب منافسيهم. آخر مباراة جمعت بين منتخب الجزائر ومنتخب سيراليون كانت سنة 1996، وقتها فاز منتخب الجزائر 2-0. دي المشاركة رقم 19 لمنتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا، فاز بالبطولة مرتين. منتخب الجزائر كده لو فاز هيكون تاني منتخب بعد منتخب مصر يقدر يحافظ على اللقب. طبعا منتخب مصر قدر يحافظ على اللقب 3 مرات، 2006، 2008، 2010. منتخب سيراليون لا يمتلك تاريخ طويل في بطولة أمم أفريقيا. نجح منتخب سيراليون في التأهل لبطولة أمم أفريقيا 3 مرات بس عبر التاريخ كله، ومن خلال الثلاث مرات دولت قدر انه يحقق 2 فوز بس في كل مشاركاته في بطولة أمم أفريقيا. منتخب الجزائر حاليا أقوى هجوم بالأرقام. منتخب الجزائر في 6 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا مسجل 19 هدف. منتخب الجزائر اللي بيمتلك تشكيلة مرعبة بمعنى الكلمة، سواء لعيبة محليين أو حتى سواء لعيبة محترفين بالخارج، رياض محرز، سعيد بن رحمة، يوسف البلايلي، بغداد بنجاح، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بن عيادة، وغيرهم من النجوم. فمنتخب الجزائر ما بيلعبش البطولة دي في فريق واحد، لا ده يعتبر معاه فريقين. يعني في صورة كانت نازلة من قيمة كام يوم كده على السوشيال ميديا حاطين فريقين الجزائر، اي فريق منهم يقدر يكسب البطولة. جمال بن ماضي من خلال المؤتمر الصحفي بتاعه
اكد غياب ثنائي منتخب الجزائر بسبب مرض، ولكن مرضاش يقول مين هم الثنائي. اكد برضو ان اللاعب رامي بن سبعيني ما شاركش في التدريبات بتاعه منتخب الجزائر لانه تعبان شويه، هو ده اللي قاله. وصرح ايضا وقال ان المسحه بتاعه لعيبه منتخب الجزائر كلهم المسحه بتاعتهم طلعت سلبيه. برضو جمال بن ماضي من خلال المؤتمر الصحفي بيؤكد وبيصرح وبيشعل الدنيا كلها، وبيقول ان منتخب الجزائر رايح الكاميرون عشان يحقق اللقب مش اقل من كده. واكد ايضا ان المشوار هيكون صعب على منتخب الجزائر، خصوصا ان كل المنتخبات المشاركة او 80% من المنتخبات المشاركة بيسعوا لتحقيق اللقب، فالمشوار هيكون صعب على منتخب الجزائر. جمال بن ماضي برضو من خلال المؤتمر الصحفي بيشيد بالفار، وقال ان الفار هيقلل من ارتكاب الاخطاء والظلم التحكيمي. طبعا الفار ده سلاح ذو حدين، ممكن يفيدك وبرضه ممكن يضرك. رياض محرز ايضا من خلال المؤتمر الصحفي صرح وقال ان الطقس في الكاميرون اجواء حارة جدا، ولكن هنتأقلم مع الطقس. صرح برضه وقال ايضا نفس كلام جمال بن ماضي، ان احنا رايحين من اجل الحصول على اللقب زي ما حصلنا عليه في القاهرة. احنا معانا لعيبة، معانا نجوم يستحقوا التواجد ويستحقوا الفوز باللقب الثاني على التوالي والحفاظ على اللقب. المشاركة مع بلادي كانت سهلة جدا وجدية، وفريق مانشستر سيتي ما صعبش الموضوع، واول ما طلبت منهم الرحيل الى منتخب بلادي وافقوا. بس كده ببساطة وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى محاربين الصحراء يقدموا ماتش عالمي 8 بقى كده ولا 9-0 كده على منتخب سيراليون، ويقدروا يفوزوا ويعدوا من دور المجموعات بكل سهولة، ونشوف بقى مواجهة في دور الـ16 مرعبة وعنيفة. بس كده ختاما، كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكورة، ونشوفكم في حلقة جديدة.